فمن هو الملائم لعملة الليزر للتخلص من بعد النظر أو قرب النظر أو الاستجماتيزم؟ بالحقيقة ذلك الشخص ممكن أن يأتي لعملية الليزر لأسباب معينة، لأنه يريد أن يتخلص من النظارات، لأن شغله اليومي يطالب بذلك، أي هو دائما في الخارج، أو يحب الرياضة، أو يحب السباحة، أو يجد العدسات متعبة، أو حتى أن الدرجة قوية جدا ولا تعطي النظر السليم دائما. طبعا يجب أن يتم الفحص الدقيق ودرس القرنية، ثم التكلم مع المريض على ما هي أحسن عملية له، وهنالك أنواع الليزر التي تستعمل على القرنية.